كان بن بركة هو الأستاذ ديالي في الرياضيات طيلة 4 سنين، كانت كتربطنا مواد حقيقية، وكان مع محمد الفاسي من بين اللي كونوا عندي وعي سياسي. هو تشي غيفارا الثاني نظرا لخطورته على الولايات المتحدة وإسرائيل، أشهر مختفي في تاريخ المغرب وصاحب القبر المجهول، أستاذ الملك الحسن الثاني والشخصية اللي كان كيتلاقاها بلا بروتوكول، صديق الملك والمعارض ديالو، عدو المخابرات العالمية واللي بهر الملك الحسن الثاني بالذكاء ديالو، هو الزعيم السياسي المهدي بن بركة. فشكون هو المهدي بن بركة؟ وشنو هي قصة المهدي بن بركة؟ سنة 1920 بمدينة الرباط. بدات قصة المهدي بن بركة المثقف من الكوليج مولاي يوسف بالرباط. بالموازاة مع الدراسة ديالو كان كيخدم كمحاسب بسيط في سوق الجملة باش يعاون العائلة ديالو، وكانت هادي هي بداية الميول ديالو للرياضيات. هاد المادة اللي غيبرع فيها كيف ما غنجيو في التفاصيل من بعد. كان المهدي بن بركة عضو بالفرقة المسرحية ديال الكوليج اللي كيقرا فيه، ولو انها كانت هواية حكر على ولاد الأعيان والمعمرين في هذاك الكوليج. كان بن بركة نابغة في الرياضيات لدرجة أنه كان بعض المرات كيتكلف باش يعطي الدروس للتلاميذ بلاصة الأستاذ ديالهم. غادي يحصل على شهادة البكالوريا سنة 1938 ودبلوم دراسات الإسلامية في نفس السنة. غادي يتعزل من ضمن واحد المجموعة غيرسلها الجنرال نوكيز لفرنسا باش يكملوا الدراسة ديالهم فيها. وفي الساعة غادي تنطلق الحرب العالمية الثانية، شي اللي ما غيخليهش يكمل الحلم ديالو واللي كان ناوي انه يكمل دراسه ديالو في فرنسا. المهم في اثناء الحرب العالميه الثانيه غادي يبدل الوجهه ديالو للجزائر اللي كانت تحت الاحتلال الفرنسي، بحيث غادي ياخذ البكالوريا في ماده الرياضيات سنه 1939. وبعد مده من الحصول ديالو على البكالوريا غادي يقدر بن بركة باش يدخل المدرسه الملكيه، بحيث غيولي مدرس في ماده الرياضيات، وغيولي هو الاستاذ ديال ولي العهد اللي غيكون الملك الحسن الثاني من بعد. كانت العلاقة طيبة بيناتهم، وكانت هذه هي بداية لقاء وصداقة والقصة ديال المهدي بن بركة مع الملك الحسن الثاني. كان بيناتهم احترام كبير ومتبادل كيف ما غيظهر حتى من تقدير الملك لشخصية المهدي بن بركة وكلامه عليه. غادي يكون المهدي بن بركة احد المؤسسين ديال حزب الاستقلال سنة 1944، وفي هذيك السنة النيت غادي يكون واحد من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبعد سنة واحدة وبالضبط سنة 1945 غادي يولي مهدي بن بركة هو رئيس حزب الاستقلال، الحزب الأكبر في المغرب هذيك السنين. سنة 1951 غادي يتم اعتقال المهدي بن بركة لأول مرة، وغادي تنفل الجنوب المغربي وما غيتم الإفراج عليه حتى لسنة 1954. من غادي يخرج من الحبس غادي يزورو عباس المساعدي، واللي ما كيعرفش عباس المساعدي فهو كان قائد ديال جيش التحرير المغربي. اذا قلنا على ان عباس المساعدي غيزور المهدي بن بركة في المسكن ديالو في ديور الجامع بالرباط، ومنها يبارك ليه الخروج ديالو من الحبس، وفي نفس الوقت يطلب منه باش يمدو بالاموال اللي جمعها مع حزب الاستقلال لمساعدة المقاومة والانطلاق في تأسيس جيش التحرير. هنا غيقول ليه المهدي بن بركة على ان هذه اموال الحزب، وحنا سياسيين ماشي توريين، ما كنامنوش بشي حاجه سميتها العنف. غادي يبقى يتردد مره على دار المهدي بن بركة، حتى لواحد النهار غيقول للخدامه باش تقول ليه يمسح النمره ديالها الدار وما يرجعش ليها مره اخرى، ولانه الى رجع مره اخرى لهنا غادي يبلغ عليه. ومن هنا بدات العداوه بين المهدي بن بركة وعباس المساعدي. غادي يمشي عباس المساعدي للقاهرة باش يطلب الدعم المالي، وبعد مدة منين غيتأسس جيش التحرير غادي يمشي المهدي بن بركة والفقيه البصري للقرية اللي فيها عباس المساعدي، وهاد المرة هما اللي كيطلبوا الدعم ديالو. غادي يرفض عباس المساعدي يستقبل المهدي بن بركة، وغيقول لواحد من الرجال ديالو قول المهدي بن بركة يرجع منين جا ولا غادي نعتقلو فورا. هنا كبرت
العداوة بين المهدي بن بركة وعباس المساعدي في 27 يونيو 1956 غادي يوصل لفاس. بعد ما بات هذيك الليلة عند عامل تاسع غادي يتفاجأ بواحد مجموعة جات عنده وطلبوا منه باش يرافقهم في السيارة، وقالوا ليه على أنهم من طرف حجاج، وهاد حجاج هو اللي قال عليه الملك الحسن الثاني في كتاب ذاكرة ملك بلي نهار تلقى معه قال ليه بلي استهدفتك بالقناصة ديالي 5 ديال المرات وانت خارج بالسيارة ديالك، ولكن ما عرفش علاش ما قدرش يضغط على القرص كما لو أن شي حاجة منعته. المهم ما غاديش يرتاح ليهم عباس المساعدي وغيرفض يطلع معهم في الطوموبيل، غادي يجبد عليه واحد من هاد المجموعة السلاح، وفي لحظة واش كانت متعمدة ولا خطأ من الشخص اللي كان هاد السلاح غيتم اغتيال عباس المساعدي. اذا بعد وفاة عباس المساعدي غادي يهزو الجثة ديالو غيرميوها في الغابة قبل ما يتم اكتشافها ودفنها في الاخير. هنا زوجة المساعدي كتهم المهدي بن بركة بالاغتيال ديالو، بينما كتدافع المجموعة التانية على بن بركة وكتقول باللي بن بركة كان باغي غير يتفاوض معاه ماشي باش يقتلو، وعملية الاغتيال كانت عن طريق الخطأ. بينما الملك الحسن الثاني كيقول على ان حجاج لما تم القبض عليه غيعترف على انه هو اللي قتل عباس المساعدي، ولكن بامر من المهدي بن بركة. كيقول الملك على انه من تم فقد الاحترام ديالو للاستاذ ديالو المهدي بن بركة. بعد الاستقلال غادي يتعين المهدي بن بركة رئيس للمجلس الاستشاري، وفي سنة 1959 غادي ياخذ المهدي بن بركة قرار رفقة كل من عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري بالانشقاق على حزب الاستقلال، وغيأسوا حزب جديد تحت اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أكبر حزب معارض في المغرب في السنوات اللي غتجي من بعد. غتولي العداوة بين حزب الاستقلال والحزب الوطني للقوات الشعبية والمنافسة، وكل واحد فيهم باغي ينفرد بالحكم. خرج ليها المهدي بن بركة نيشان وإعلن على راسه في معسكر المعارضة بشكل صريح، وزادت الحدة ديال المعارضة ديالو في عهد الملك الحسن الثاني. سنة 1962 غادي يتعرض بن بركة لمحاولة اغتيال في بوزنيقة، غادي ينجو منها بإصابة خطيرة على مستوى العنق، وغادي يمشي لألمانيا باش يتعالج. في سنة 1963 غادي يصدر حكم بالإعدام على المهدي بن بركة في قضية ما عرف بقضية المؤامرة ضد الحسن الثاني. بعد مدة غادي تبدأ الاتصالات بين النظام المغربي وبادرة من الملك الحسن الثاني للعفو على المهدي بن بركة ورجوعه للمغرب، ويديروا يديهم في يد بعضياتهم باش يزيدوا بالمغرب للقدام، بحيث الملك الحسن الثاني اعتبر على ان المغرب كان محتاج معادلة رياضية والمهدي بن بركة اللي غادي يحلها. طبعا هذا التعبير مجازي، قصد به الملك على ان المعادلة المغربية محتاجة للتصالح بين المعارضة والنظام، وهذا شيء كامل في صالح المغرب. مع 11 ديال الصباح صحافي من لوموند كيسول البوليس على معلومة كتخص المهدي بن بركة. هاد المعلومة كتقول باللي البوليس وقفوا البارح المهدي بن بركة في شونزيليزي. صحفي اخر غيدخل على الخط بعد نص ساعة وغيسول الامن على الواقعة. غتوصل الخبر لوزير الداخلية اللي غتجي اتصالات من بعض الحقوقيين والصحفيين والمحامين، وبعد 3 ديال السوايع غيخرج تأكيد من الامن الوطني الفرنسي على انه ما عندها حتى شي علم بهاد القضية، وحتى المصالح الخاصة لمصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة الجاسوسية على انها ما عندها حتى علم بهاد القضية. غيمشي اخ بن بركة رسميا باش يقدم شكاية باختطاف المهدي بن بركة. من غيمشي للكوميسارية غادي يبدا يوصف شكل المهدي بن بركة للمفوض اللي كان اصلا ما كيعرف شكون هو المهدي بن بركة. غادي يقول عبد القادر بن بركة باللي المهدي بن بركة في 22 اكتوبر غادي يتصل به ويقول ليه بلي راه جا لجنيف من القاهرة، وغادي يدير معاه موعد في السيمانة اللي موراها، وديما هو اللي كان كيتصل بيا حيت ما كانش عنده بلاصة معينة نقدر نتصل به فيها، لحقاش النص ديال حياته سري، وكان كذلك كيتسارى العالم كامل بحكم الوظائف ديالو كأمين عام للجنة التضامن الأفرو آسيوية ورئيس لجنة تحضيرية المؤتمر القارات الثلاث. غادي يتصل بيا المهدي نهار الجمعة مع الصباح حوالي 11 ديال النهار باش يحدد موعد معايا عند دار صاحبه محمد طاهري، تسنيناه مع 7 ديال العشية في بولفار مونمورانسي حتى 8:30. كنطلب من طاهري باش يشري 3 ديال التذاكر للمسرح. مهم انا مشيت بحالي للسينما نتفرج، وفاش مشيت للدار اتصل بيا طاهري وقال لي بلي تلقى مكالمة من واحد طالب
سميتو زموري اللي شاهد توقيف خويا المهدي قدام دراك ستور شانزليزي. هنا غادي يسول المفوض وغيقول ليه واش كتهم شي حد باختطاف المهدي بن بركة. غادي يجاوب اخ المهدي بن بركة، بصراحة ما عندي حتى فكرة على السبب ولا شكون الفاعلين. اكيد ان خويا محكوم بالاعدام غيابيا جوج ديال المرات في المغرب، واكيد فلت من اعتداءات في المغرب وحتى في الخارج، ولكن الملك الحسن الثاني كان رسل ليه مرسول في ابريل كيدعوه باش يرجع للمغرب وكيطمئنه باللي ما عنده مناش يخاف. وبالنسبة لخويا النشاطات ديالو الدولية كتجاوز الاطار السياسي ديال المغرب، وهذا الشيء جاب ليه اعداء بزاف. انا ما كنت تهم حتى شي واحد، ولكن غيفاجئني الا كان الاختطاف ديالو من المغرب. غادي يتم استدعاء طاهري باش يدلي بالاقوال ديالو والشهادة ديالو في هذه القضية، وهكا غادي يحكي الطاهري بالتفصيل الخطة اللي كان داير مع المهدي بن بركة في التليفون. صنع ليه المهدي بن بركة من جنيف نهار الخميس 28 اكتوبر، وقال ليه بلي لغدا غيجي لباريس، وقال ليه بلي مع السبعة غادي نكون عندك. حاول تلقى لينا شي ثلاثة ديال التذاكر لشي مسرحية مزيانة على ذوقك. غادي ياخذ طاهري ثلاثة ديال التذاكر باش يشوفوا المسرحية، واللي كانت مسرحية لوغوتي دي جينيرو. وفي الصباح ديال الغدا غادي تجي مكالمة من المهدي بن بركة لمرت الطاهري، غايقول ليها بلي انا جيت لباريس، وغايقول ليها واش ممكن تاخذوا تذكرة رابعة لخويا حيت حتى هو درس معاه موعد نطلقها معكم. ولكن في الاخير ما غيلقاوش تذكرة لخو المهدي بن بركة. هادشي علاش بقى كيتسنى غير باش يشوفو ويسلم عليه، وفي الاخير مشى للسينما. من غير رجع طاهري ومرتو للدار غيقول لهم الخدام بلي جاهم اتصال من واحد كيقول بغى يتلاقى بطاهري بصفه عاجله. من غيتلاقاه غيقول بلي المهدي بن بركه كان داير معاه يتلاقاه في قهوه بوان شونزيليزي مع 11:30. غادي يركب ازمور والمهدي بن بركه في تاكسي لسان جيرمان دي بري، حيت المهدي كان غادي يتلاقى مع مخرج على واحد الفيلم كان غيشارك فيه المهدي بن بركة، وكان سميت هذا الفيلم باسطة، والعنوان اللي اقتبسوه من الكلمة الشهيرة اللي قالها تشيكيفارا. غير وصل المهدي قدام دريك ستور غادي يوقفوا عليه جوج، غيوريوه الشارة ديال البوليس، غادي يطلبوا منه الوراق ديالو. اما الزموري داروا به 20 واحد، ما شاف الا المهدي بن بركة كيدفعوه وسط الطوموبيل، ما قدرش يعرف الرقم ديال الطوموبيل ولا حتى العنوان ديالها، غير غيسالي المشهد غيهرب. وهكا بدا يوصل داكشي اللي وقع لاقرب الناس لبن بركة. غادي تخرج اخبار من صحيفة لوموند كتقول بلي اوفقير كان في زيارة مزروبة لباريس في النهار اللي تخطف فيه بن بركة، بينما فاطمة اوفقير كتقول على ان محمد اوفقير كان في باريس، ولكن النهار اللي وقع فيه الاختطاف كان اوفقير مشى لسويسرا، بينما بعض الشهود غيقولوا على ان اوفقير تشاف اورلي نهار الجمعة وماشي نهار السبت. غادي يقدم دليمي راسو للمحاكمة بعد ما تم اتهامه بخطف المهدي بن بركة، بينما الملك غادي يتفاجئ بهذا الخبر وغادي يسول اوفقير واش هو فعلا اللي دارها. غادي يحلف اوفقير للملك كيف ما قال في كتاب ذاكرة ملك باغلظ الايمان انه ما عنده علاقة باختطاف بن بركة. غادي يتحكم دليمي وغيتم التبرئة ديالو من القضاء الفرنسي، بينما غيتحكم على اوفقير غيابيا، ومن ثم ما غيرجعش اوفقير لفرنسا مرة اخرى. كيقول جورج فيغو واحد من اللي شاركوا في اختطاف بن بركة قبل ما ينتحر، على ان البوليس اللي اعتقلوه داوه الفيلا ضواحي باريس، فين قالوا ليه باللي غادي يتلاقاه مسؤول فرنسي كبير. من غادي يوصلوا لهاد الفيلا غيلقاو محمد اوفقير ومعه دليمي، وتما غيقول على انه المهدي بن بركة مات اثناء التحقيق معه. هذه زاوية من رواية من خطف بن بركة، خرجت بزاف ديال الروايات من بعد، منها اللي فيها شوية ديال الحقيقة وبزاف ديال التضخيم، ولكن الحقيقة كما وقعت حتى واحد ما عارفها. لكن الحقيقة المعروفة هي أن بن بركة كانوا عنده بزاف ديال الأعداء. خرجت تقارير من بعد سنوات كتقول على أن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والفرنسية شاركت في عملية خطف بن بركة، غيتهموا كذلك أوفقير واللي كان كيمثل المخابرات المغربية هذيك الساعة، نظرا لشهادة بعض المتورطين في هذه العملية عليه. ولكن في الأخير كيبقى المصير ديال المهدي بن بركة غامض. بصفة عامة جا في رسالة سامية وجهها الملك المشاركين في اللقاء حول مكانة الشهيد المهدي بن بركة في التاريخ المعاصر، وبعد ما غيتني على الدور السلمي اللي كان كيدير غيقول على أن أعداء المغرب
استغلوا القضية للإساءة لصورة بلادنا. وإلى اليوم كيبقى السؤال حول شنو وقع بالضبط مع المهدي بن بركة وشكون المسؤول الأول على اختطافه. ولكن السؤال البسيط اللي كينتظروه عائلته بعد كاع هاد السنين هو فقط أين هو قبر المهدي بن بركة؟ كانت هذه هي قصة حياة المهدي بن بركة.